كان أكبر طموحه يعيش في راحة وفي أمان. أنا نفسي أرجع للي كان. يلا بينا. أنا مستني الواد. يا عم الواد ده شكله مش جاي. الواد ده ساب بيروت وفال. أو رايح يجيب لك شوية عيال شبيح يجوا علقوك هنا. أنتوا هتبقوا فين وأنا بتعلق؟ عيب عليك يا صاحبي ما تقولش الكلام ده، أكيد هنروح طبعًا، ورانا شغل الصبح بدري. بقى دي رجالة المحلة؟ لا بقول لك إيه، ما تجيب سيرة رجالة المحلة تاني عشان لو جبت سيرتهم أنا اللي هعلقك، المحلة كلها رجالة. يا عم ما أنا عشان عارف إن هم رجالة بقول لكم خليكم معايا شوية كمان. شوية اتنين يا عم أيمن، بيكف علينا شغل المحطة الصبح. اصبر طب الواد حضر ها؟ بقول لكم إيه؟ مش عايز اي حاجه منكم غير انكم تفضلوا كده عشان يعرف ان في رجاله في ظهري. ها روح حد ينشف على في ايه جامد. يا روح يا ايمن احنا في ظهرك. شر مبروك. مش قدام العالم خيي، وقف مش ناقصنا عيونك. روح خدوا على البيت بعدين افتحوا. بعدين وين المصاري؟ بس وين التليفون؟ لا مصاري ولا تليفون. ما بخبرك بدك تتشكى روح تشكى. الجزان معك بطل معي. عم بحكي معك. طيب الحلاوه والدخله دي دخل على الواد دخله يعني عامل فيها مش عارف ايه. صدق ساعه نفسي ارجع للي كان. يا سلام نفسي ارجع نفسي ارجع. نادين نادين على الاقل نامي في اوضتك، الجو تلج هنا. رح دلني هون لحد ما تظبط السخان. هو السخان باظ تاني؟